خرجنا ووصلني فهد حتى الباب العمارة، وقال لي باللي ما مرتاحش للسكنة ديالي مع جوديا، وسولته واش ما بقاش كيهضر معها. قال لي باللي المنافقين ما عندهمش بلاصة في حياتي. ومشيت دخلت لبيتي فرحانة، كنت فكر لحظات اليوم وكنت حك غير بوحدي. دخلت للدوش وحيدت عليا العيا. خرجت وهزيت مذكرتي، كتبت فيها كاع احداث اليوم بالتفصيل. ودازت شي ساعه وسمعت جوديا دخلات وكتعيط ليا. خرجت عندها كنجر في رجلي ببطء. قالت فينك صاحبتي، ما بقيتيش كتباني. قلت ليها راه غير مع الخدمه، حتى انتي راكي مشغوله. وسولتني واش كنت مع فهد هاد الصباح. قلت ليها لا، غير خرجت درت سبور وتلاقيت مع سناء وفطرنا ودوزنا النهار مع بعضياتنا، ومن بعد مشيت دخلت لبيتي باش نعس. وهو صوني التليفون ديالي، قلت الو، وكان جهاد. قال لي من بعد السلام وطلب مني باش نتعشاو اليوم على برا. قلت له باللي راني عيانه حيت كنت خارجه. قال اذا نتغداو بجوج. قلت له ان شاء الله، وقال لي غادي يدوز عندي ونمشيو بجوج. قلت له لا بلاش، غير قول لي البلاصه فين وانا غادي نجي عندك. نعست ووصلت 3 ديال الصباح، فيقني التليفون كان كيصوني. استغربت، لقيتها مكالمه من فهد. قلت له الو فهد، ياك لاباس؟ قال بصوت ثقيل شمس نزلي عندي. قلت له فين؟ قال انا قدام العماره، نزلي عندي بغيت نشوفك. قلت له علاش، شنو واقع؟ قال شمس نزلي ولا غادي نطلع وندق دار بدار، بغيت نشوفك. قطعت ولبست مونطو فوق بيجامتي ولبست بانطوفة في رجلي وخرجت كنتسحب بلا حس. خرجت من الباب ونزلت بخطوات خفيفة حتى وصلت لبرا العمارة. وقفت شوية وكنشوف هنا وهنا، شوية بان لي ضوء الطوموبيل شعل جوج مرات في الجهة التانية، واتجهت ناحيته. لقيته واقف ومسند على باب الطوموبيل وجامح ايديه فوق صدره، شعره مخربق ونازل على عينيه. قربت منه وبقيت كندور في عينيا ليه يكون شي واحد مراقبنا. قلت له فهد خلعتيني ياك؟ باقي ما كملتش هضرتي وقرب مني كتر، وبحركه خفيفه سد ايده فمي، وقفني على الكلام، وايده الثانيه شاد بيها راسي وعيني حمرين ومركزهم عليا، وقال لي شت خليني انا نهضر. وهو يقول شوفي فيا. هزيت راسي وشفت فيه، وكنحاول نميز الريحه اللي سيطرات على حاستي، مزيج بين بارفانو ودخان سيجارته وريحه ثالثه غريبه. قال عينيك زويني، بحر ازرق صافي غرقت فيه من اول نهار شفتهم. وقرب مني وقال ريحتك ما عرفتش شنو كدير فيا، كنشمها فين ما مشيت. شمس عرفتي شنو بغيت؟ حركت راسي بالله وانا تحت تاثير الصدمه من هادشي اللي سمعت. بعد عليا ايديه ورجع شعره للخلف وقال اوف نسيت شنو بغيت. قلت له فهد انت سكران؟ رجع قرب مني ودار وجهي بين ايديه وقال عاودي قولي سميتي. قلت له فهد. قال لي روح فهد، عمر فهد، دم فهد. قلت له تفكرتي شنو بغيتي؟ قال احتى حاجة من هاد الدنيا من غيرك، بغيتك انتي، بغيتك تفكري فيا طول الوقت، بغيتك تنعسي وتحلمي بيا، وصورتي اول حاجة تدوز قدام عينيك من اللي تفيقي، بغيتك تخافي عليا، وبغيتك توحشيني وانا معاك، وبغيتك انتي، بغيتك تخبيني وسط قلبك، بغيتك تغيري عليا. وحط ايده على راسي من لور وقربني منه كتر ودفن وجهي في عنق وزير عليا بايديه وقال بغيت فين ما نشوفك نعنقك ونخبيك وسط طلوعي، انتي ديالي بوحدي. وبعدني من حضنه قابل عينيه مع عينيا العامرين بدموع. وهو يقول علاش علاش الدموع؟ وقال ما فهماش انني كنبغيك
وقرب مني ومسح دموعي بصبعاني وحط جبهته على جبهتي وقال خربقتي النبض في قلبي وشغلتي تفكيري، كيفاش نقول ليك باللي انتي فيا؟ كتجري في دمي ومجنون انا بريحتك ومهووس بتفاصيلك. دور ايديه على خصري وقال انا مفتون بكل شي فيك، مازال ما فهمتيش؟ وفي لحظه بحال البرق حط شفايفه على شفايفي وباسني. ما عرفتش شحال داز ديال الوقت، حيت اخر حاجه عقلت عليها قلبي ضرب بعنف ورعشه سرات في جسدي اللي طلعت حرارته في حز هاد الجو المثلج. سديت عينيا وغبت على الوعي، كان فيق على لمسه حنينه من نعيسه حلوه ما سخيتش بيها، كنت كنحلم بفهد. وفتحت عيني وتصدمت، صورة فهد قدامي. تحركت نشوف فين انا في الطوموبيل، اشنو جابني هنا؟ ورجعت شفت فراسي وشنو لابسه، تفاجأت جالسه فوق رجليه ببيجامتي ديال النعاس. صدمت وغطيت وجهي بايدي، كنحاول نفكر شنو وقع البارح، وفي نفس الوقت كنتخبى من نظرات فهد. تفكرت ما كانش حلم، كان حقيقه، بالصح فهد قال لي كيبغيني، وشهقت بالصدمه. وبالصح باسمي البارح وهو يقول صباح النور شمسي. قلت له صباح الخير. قال شحال كتكوني زوينه فاش كتفيقي من النعاس. قلت له واش انا نعست هنا؟ قال لي واش نوبان لك؟ حضرت راسي وقلت له ما فهمتش شنو وقع البارح. ابتسم وقال اللي وقع على لا. وسديت عينيا وحطيت ايديا على ودني وقلت صافي صافي، ما بغيت نسمع والو، بغيت غير نمشي للدار. اضحك وقال واخا ما يكون غا خاطرك. ونزلت بلا ما نشوف فيه ومشيت كنجري حتى لقدام الباب. قلبي كيضرب بقوه، حسيت بيه غادي يخرج من بلاصتو. حليت الباب وقبل ما نفتح سبقاتني جودية، وقفات قدامي ودايره اديها على خصرها بوجه مكشر. قلت ليها صباح الخير. تأفات وقالت صباح الخير، فين كنتي؟ قلت ليها حتى في بلاصه، خرجت مشيت شويه، طلعتني وهبطتني وهي تقول بهاد الحوايج. قلت ليها اه مالها شنو فيها؟ تسمحي لي ندخل دابا، غدا نتعطل على الخدمه. دخلت لبيتي وتكيت على فراشي ودوزت صبعاني على شفيفي وسديت عينيا كنتفكر احداث البارح. دبت مع ريحته اللي لصقت في حوايجي، حسيت بحالي هو معايا. فجاه حليت عينيا، عقلي انتشلني من بحر الاحلام الورديه واللحظه اللي رسمتها في مخيلتي. اش هاد الشي؟ فاش كتفكر يا شمس؟ هو كان سكران البارح، يعني فاقد الوعي. واش صدقتي انه يكون كيبغيك؟ وحتى الا ما كانش كيبغيني راه كيحس بشي حاجه من جهتي، ربما يكون اعجاب. وشنو يعني يبوسني؟ كيفاش يتجرأ؟ اويلي اشنو خلاني سكت ليه؟ تفو يا لطيف يا لطيف، وجايه فرحانه وعاجبني الحال. اليوم خاصني نوقفو عند حدو. وهو يصوني تليفوني، هزيتو وكان فهم. قلت اشنو بغا تاني؟ ياك يالله تفارقنا. وانا نقول بلا ما تقول لي هاد المره نزلي، ما غاداش نزل، صافي سير خلاص، خليني نلبس نمشي لخدمتي. قال غير بشويه عليك، شكون جبد حس النزول؟ بغيت نقول ليك بلا ما تجي للخدمه. قلبي ضرب بقوه وانتفضت من بلاصتي. اويلي ياك ما بغى يجري عليا على داكشي اللي وقع البارح. قلت له علاش؟ قال البارح كنت وصيت شي دراري يدوزو للبوتيك خاصينو شي اصلاحات خفيفه ونسيت ما علمتكش. تنفست وارتاحيت ورجعت جلست في بلاصتي. قلت له صافي واخا بسلامه وقطعت. شويه وصلتني رساله من عنده، غير حيت ناشط هاد الصباح قندوزها لي، مره اخرى غادي نوريك كيفاش تقطعي في وجهي. ضحكت من تهديده وقفت كنحيد المونطو ديالي حتى سمعت تاني صوت التليفون ومشيت هزيته كنتأفف، ولكن هاد المرة كانت سناء واتفقنا باش نخرجو ونهضر. خرجت من بيتي وهي تقول لي جودية ما غاداش الخدمة؟ قلت ليها لا، سناء قالت لي ما خدامينش اليوم. وخرجت أنا وسناء ومشينا كنتقداو.
ودولت أنا وياها النهار كامل، ورجعت للدار ودخلت لبيتي صليت ونحست. والغد ليه دوزت النهار في الخدمة. شوية حتى كان سمعت تليفوني كيصوني، ودخلت هزيته من ساكي، وكان جهاد. قال أهلين شمس، كي دايرة؟ قلت له بخير، وانت؟ قال الحمد لله. المهم عيطت ليك باش نقول ليك باللي غنتسناك في الريستو اللي قبالت البحر. قلت له صافي واخا، نص ساعة وغدا نكون عندك. بدلت حوايجي وشديت تاكسي نيشان الريستو. لقيت جهاد واقف ومتكي على الطوموبيل كيتسناني. قرب لي يسلم عليا ومديت ليه ايدي. دخلنا وجهاد كان حاط ايديه مورا ظهري. ما بغيتش ندير شي حركة قدام الناس، وجلسنا في طبلة كتطلع على البحر. سولني شنو بغيت ناخد. قلت له ماشي مشكل، اي حاجة. شوية كنحس بشخص ثالث تشارك معنا الطبلة. درت لناحيته وانا نتصدم. قال جهاد شكون انت؟ وشكون عطاك الحق تجلس هنا؟ قال له بالنسبة لشكون عطاني الحق، اعطيته لراسي، الريستو ديالي، نجلس فين ما بغيت. وشكون انا؟ وجمع قبضة ايده وعطى الجهاد ضربة الوجه كانت كفيلة تخليه ينتفض من مكانه. وقال فهد ها شكون انا؟ وقفت بالزربة قلت فهد عافاك ما تديرش هكا. وهو يقول جهاد شمس بعدي وخليني بيني وبينه. المحت جهاد حيد الفيستا دياله وجايني شان العند فهد، وبداو كيتضاربوا. ما حسيتش براسي حتى غوت وطحت الارض على الكابيه، وقلت باركه بجوجكم علاش كتضاربوا؟ وقف فهد كينهج ودفع عليه جهاد، وقرب مني جهاد بغى يحط ايدو عليا. وقبل ما نبعد عليه سبقني فهد وعطاه بالتصفيقة وقال له حيد ايديك عليها بنادم، وهزني من الارض ووقفني وعطاني ساكي وجرني موراه وفتح لي الباب ديال الطوموبيل وطلعت وعيني عامرين بالدموع. قال علاش كديريها قد راسك وكتبداي تبكي؟ قلت له انا ما درت والو، كنا غير كنتغداو. قال مع من؟ مع هذا. اشنو كان باغي منك؟ قلت له عرض عليا باش نهضروا في موضوعنا. وهو يقول موضوعكم علاش اشنو بينك وبينه؟ قلت له موضوع الزواج. تعصب وقال كيفاش الزواج؟ فهد بشويه كتخلعني ما نقدرش نشرح ليك. قال اش من شرح؟ قبيله فاش كنت معاك علاش ما قلتيش ليا هاد الشي؟ ومن اين تعرض عليك الزواج وانا ما في خباريش؟ قلت له من ول البارح تبعني فاش خرجت من الخدمة وقالها ليا. وهو يقول شمس هزي راسك فاش تكوني كتهضري معايا، والبارح دوزتو معاك كامل، علاش ما علمتينيش بهاد الشي؟ هزيت راسي ومسحت دموعي وقلت له فهد انت عمرك ما غادي تفهمني، ما جربتيش يلعب بيك شي واحد، وما جربتيش اقرب الناس لي كيطعنوك مورا ظهرك، وما جربتيش تكون مسند على شي جدار، كنتي دار نوبي اللي قوي وغادي يبقى ديما مساندك وحاميك، وفجأة طاح، وما جربتيش قلبك يتكسر وروحك تعصر وانت ما قادرش تنتاشلها من العذاب اللي هي فيه، وما جربتيش توقف الدنيا كاملة ضدك حيت انت لقيت وما عندك أصل. نرجعوا للنهار اللي اكتشفت فيه اش كتخطط جوديا وجهاد. كنت درت مع فهد باش نتلاقاو ونخرجوا بجوج. خرجت وما كنتش لابسه مزيان حيت كنت اتفقت انا وفهد نخرجوا للغابه. بديت خارجه وسولتني جوديا فين غاده. قلت ليها خارجه بيكنيك انا ومسيو فهد، وحل ليها العصير اللي كانت كتشرب بدات كتكح. قالت اشنو قلتي؟ مع من خارجه؟ اعطيتها كاس ديال ما تشرب وقلت ليها اه خارجه مع مسيو فهد. المهم انا غاده وما تسنينيش الغدا حيت غدا نتعطل. سلامة. خرجت وتمشيت شوية على رجلية، وهو يهضر معايا فهد وقال فينك باش نجي نديك حيت محال واش نمشي والغابة احتمال تقلب الجو. شفت في الباسي الخفيف وقلت له واخا واش نخليوها المرة اخرى؟ قال لا ضروري نخرجوا راني وعدتك. ورجعت للدار نلبس عليا شي حاجة ثقيلة
وقفت قدام العمارة، وأول حاجة جات عيني عليها طوموبيل كحلة. دققت فيها مزيان وتأكدت باللي هي طوموبيلة جهاد. طلعت بالزربة للدار، جبت الساروت من جيبي وحليت بلا ما ندير الحس ودخلت. تقدمت لبيت جوديا اللي جاي من صوت الهضرة، وطليت من شق الباب اللي مفتوح شوية، حتى كانت تصدم المنظر اللي كنشوف قدامي. جهاد وجوديا في فراش واحد. تمالكت راسي قبل ما ندخل عليهم ولا نطيح من الصدمة. قربت كتر من الباب وزاد وضاح حديتهم. قال جهاد: ما كانش عليك تخليها تمشي. قالت له: واش هبلتي؟ اشنو بغيتيني نقول لها؟ شمس رفهد ديالي انا، ما تبقايش تخرجي معاه، واش بغيتيني نتفضح؟ قال ليها: انتي اللي وصلتينا لهنا، ما كانش عليك تكذبي عليه. قالت له: جهاد، ما لقيتش طريقة أخرى باش نتقرب منه من غير أنني نقول ليه أنا اللي نقدته. قال: كان ممكن يعرف باللي هي اللي نقداته ويبغيك انتي. شخص بحال هاداك ما غاديش يبغي وحدة لقيطة ما عندهاش أصل. قالت جوديا: لا راك غالط، هي كذبات عليه وقالت ليه باللي والديها ماتوا فاش كانت صغيرة، وأكيد غدا تبقى تعاود ليه على العائلة اللي رسمها في مخيلتها وكتمنى تكون عندها. قال جهاد: يعني شنو دابا؟ شمس مشات من إيدي. قالت له جوديا: ما تحلمش بيه، في الأول حطات عينيها عليك ودابا على فهد. الحاجة اللي بغيتها أنا كتاخدها هي، علاش جاتها؟ كتبقى غير بنت الزنقة. قال: غادي نعاودو نفس الاستوار تاني. وهي تقول: ما تفرحش، داكشي كان ومات، راك عارفني هالشاقة من لالا، وخير مثال دابا ها انت في فراشي، غادي تخرج من هاد الباب وما غنسولش فيك. قال ليها: وفهد؟ قالت له: فهد فيه المستقبل والمكانة الاجتماعية والحياة والرفاهية اللي عمرك لا انت ولا غيرك غادي توفرهم ليا، داكشي علاش خاصني نوجد دقتي ونفرقهم. رجعت اللور وخرجت كنجري وشديت تاكسي وبقيت كنبكي. وصلت كنبكي عند فهد، شدني من ايدي وقال: شمس مالكي؟ اشنو واقع ليك؟ وزدت فواتيرة البكاء اكثر وقلت له: فهد، كلهم غدروني، كلهم خدعوني واستغلوا طيبتي، وكلهم حقروني حيت ما عنديش والديه. وعاودت له قاع داكشي اللي سمعت من جوديا ومن جهاد، وقال: شمس، لو الدنيا كامله توقف ضدك انا لا، ولو الكون كامل يخليك انا ما غاديش نخليك، وكنواعدك يا شمس راه عمري ما غادي نخليك. وقال: انا كنت متاكد باللي انت اللي نقدتيني وماشي جودي، وكنت كنتسنى منك تجي تقوليها ليا. قلت له: كيفاش عرفتي؟ قال: نهار قلتي لي يا جودي صاحبتي، مشيت رجعت للسبيطار وسولت على شكون جابني ووصفوك ليا، وعينيك الزرقين راه انا ما نسيتهمش، هما اللي شفت، وحتى صوتك باقي كيتردد ليا في ودني ما تنسالياش. قلت له: ما جربتيش توقف الدنيا كاملة ضدك حيت لاقيت وما عندكش أصل. قال: شمس، سكتي عافاك، أنا غادي نبقى ديما مساندك وعمري غنطيح، وأنا اللي غادي نبقى ديما واقف معاك وخا الدنيا كاملة توقف ضدك. كنت محتاجة لهاد الحضن وحتى لهاد الكلام اللي اختار قلبي وحسو بالراحة. دائما فهد كيعبر على مساندته ليا وبحضن حنون ودافئ، وخا شي مرات ما كنفهمش كلامه ولا ما كيقدرش عقلي يستوعبه، ولكن كيفرحني. قال لي يا فهد باللي ضروري خاصني نخرج من عند جوديا، ورجعت للدار وطلعت بالزربة قبل ما ترجع جوديا. جمعت حوايجي وورقية وهزيت مذكرتي وحطيت ليها رسالة كنقول ليها فيها رأى أنا خرجت من هنا، وكنشكرها فيها حيت عاوناتني. طويت الرسالة وحطيت حداها التليفون ديالها
حيت ما بغيت حتى شي حاجه كتخصها تبقى عندي. وهزيت باليستي وحطيت الزوارت في سالا مونجي وخرجت. لقيت فهد كيتسناني، هز الباليزه دارها في الكوفر وديماراني شام في اتجاه داري. وقفنا قدام واحد ميني فيلا في حي راقي كتبان زوينه. دخلنا وجا واحد السيد باتجاهنا وسلم على فهد بالايد. قال فهد: عمي احمد، هادي شمس، غادي تبقى هنا في الدار، واي حاجه في غيابي بغاتها جيبها ليها. قال احمد: كون هاني يا ولدي. وقال لي: يا مرحبا بك بنتي. دخلنا لداخل وقال فهد: تغداي وارتاحي، طلعي الفوق واختاري البيت اللي عجبك، انا عندي شي شغال غادي نقضيهم ونرجع عندك. وإلى صونيت ليك جاوبي. قلت له: ولكن راه ما عنديش تليفون. قال: كاين تليفون الدار، راه ما كيعيط فيه حتى شي واحد. مشى فهد وطلعت انا كنستكشف في المكان. الغد ليه مشيت الخدمه، دوزت النهار كامل في الخدمه. وفي العشيه قال لي يا فهد: سنايني نمشيو بجوج. وصل وقت الخروج ودخلت بدلت عليا وتسنيت فهد قدام الباب حتى نزل. جا وقال لي: يا فيا الجوع، نمشيو ناكلو. مشينا للريستو دوموندا فهد الماكله، وانا خديت غير عصير الفراوله حيت ما فياش الجوع. بدينا كنهضروا حتى وقف علينا واحد الشاب 20، تقدم عند فهد وصافحه. قال: فهد صاحبي صافا. مع اول كلمه قال طاح من ايدي الكاس العصير وتخوى على حويجي. قلبي بدا كيضرب بالجهد، الصوت ما خافيش عليا. قال فهد: شمس مالك ياك لاباس؟ ودار جهتي داك الشخص وشاف فيا بمكر وحاولت نشتت نظري. وهو يقول: مادموازيل ياك لاباس؟ عطاني فهد كلينكس وقلت له انا غدا نمشي للحمام. عطيتهم بالدار وحاسب هذاك الشخص نظراته كيختارقوني، ما عرفتش علاش ما ارتحيتش ليه، يمكن من الصوت اللي مازال محفور في مسامعي. انا ما شفتوش، اشنو اللي خلاني نشك او نخاف لهذه الدرجه؟ تمشيت شويه متجهه للحمام حتى سمعت كلام فهد اللي اكد لي شكوكي. قال: منير امتى جيتي من الرباط؟ وخليتهم ورايا ومشيت بالزربه للحمام. غسلت وجهي وسند ظهري على الحيط، صدري كيطلع ويهبط من الخوف. فكرت وما لقيت حتى شي حل من غير انني نصارح فهد باش يحتاط. مسحت حوايجي وبديت خارجه حتى حسيت بشي ايد تحطات على فمي، وايد اخرى جراتني للور، وايد اخرى جراتني للور بقوه. وقال: شت ما نسمعش صوتك. عرفتو هو هذاك منير، ولكن شنو بغى مني؟ يكون عرفني انا اللي نقدت فهد. وقال: اتهضري غيكون وجهي اخر حاجه تشوفيها في حياتك. طلق مني وتقابل مع وجهي وابتسم بمكر وعينيه كيتفحصوا تفاصيلي. قال: شمس شمس اسم على مسمى. قلت له: شنو بغيتي مني؟ قال: كنت باغي منك حاجه واحده هي تسدي فمك على اللي شفتي وسمعتي، ولكن دابا بغيت بزاف. قلت له: اشنو سمعت وشفت؟ اشنو كتخربق؟ قرب مني كتر وحط ايدو على وجهي وزير على الفك ديالي وهدر بعصبيه: ما تنكريش، صاحبتك قالت لي كل شي. وسعت عينيا من الصدمه: جوديا ما كفاهاش هادشي اللي دارت فيا. قلت له: شكون شكون صاحبتي؟ على من كتهضر؟ انا ما عارفه والو. قال: مزيان، وبغيتك تبقاي ما عارفه والو. قلت: شنو بغيتي من فهد؟ ضحك وقال: وفاش غيفيدك هادشي؟ قلت له: غدا نقول ليه كلشي. قرب مني وهضر بشويه في ودني: الا بغيتي حبيبك يودع هاد الحياه سيري دابا قوليها ليه. قلت له: انت كنتي باغي تقتلو من الاول، يعني راه ممكن تعاود ديرها مره اخرى. قال: ما بقاش عندي حساب مع فهد، ولو ما كانش هاد جوج كلمات اللي جابوني لهنا ما كنتيش غدا تشوفيني كندور حداه. قلت له: ما بغيتكش تقرب منه مره اخرى.
وأنا غدا ننسى داكشي اللي وقع في الغابة. قال أنتي تأمري، ولكن هادشي غير على الفهد. أنتي ممكن نشوفك مرات أخرين ياك؟ قلت له ما عندي ما ندير بمعرفة واحد بحالك. ضربت فيه وزدت غادا نرجع عند فهد لي شفتو جاي لجهتي. وقال شمس تعطلتي، فين كنتي هاد الوقت كامل؟ قلت له غسلت وجهي وجلس حتى ارتاحيت، يلا نمشي، عييت بغيت نعس. سولني واش انا بخير، وقال لي يا اشنو وقع ليك قبيلة؟ قلت له والو، غير مع العياد البارح ما نعستش الليل كامل. قال لي يا علاش ما نعستيش؟ الصراحة خفت بزاف، الدار كبيرة وخاوية وحتى الحي فيه ثقيل، ما قدرتش نعس. قرب مني وشاف عينيا وقال هيا نجي نعمرها. شفت فيه وضربته لكتفه وسبقته لبرا. سمعته كيعيط ليا ولكن ما اهتميتش، ووقفت عند الطوموبيل وقال حشومة عليك خليتيني كنجري وانا مريض. ودازوا الايام وديما كنخرج انا وفهد، وعاود لي على بزاف ديال الاسرار ديالو اللي من بيناتهم بان والديه مربينو من الميتم، وداني عرفني حتى على امو الحقيقيه، وقال لي هابي اللي كيبغيني وغادي يتزوجني، وحتى انا اعترفت ليه بحبي. كان غادي يطير بالفرحه وجرني من ايدي وخشاني فيه، زير عليا وكيبوس فيا في راسي وقال خلينا هكا، ما بغيتش نبعد عليك، خليك مخبية فيا، نسمع دقات قلبك ونحس بالدم كيجري في عروقك، نشم ريحتك اللي كتسطيني. زير عليا اكثر وقال كان عشقك شمسي، انتي ديالي. سولته على كيفاش لقى الام ديالو، وقال لي ملي رجع من استراليا قلب على الام ديالي اللي لقاها في مصحة للامراض النفسية والعقلية، وجابها وختاليها دار وجاب ليها اللي يقوم بها. اما والديه اللي هما دابا تبنوه من الميتم، وهو كان سميتو يوسف. في هاد اللحظه عرفت باللي هذا هو يوسف اللي كان معايا في نفس الميتم. كنا غنطيروا بالفرحه من اللي عرفنا هاد الشيء، ومن بعد تخطبنا انا وياه واتفقنا باللي غادي نديروا العقد من اللي يرجع من بعد 20 يوم من موعد السفر. والغد ليه كنا في البوتيك انا وفهد، وقال لي باللي غادي يرجع للميتم باش يقلب على اخوه ولا اختو اللي ديما الام ديالو كتقول له راه عندك اخ ولا اخت، ومعاه هي كتنسى بزاف، مره كتقول له عندك اخ ومره كتقول عندك اخت. وكنت متكيه على الفوتوي في الجرده، وكنسمع الموسيقى، الجو زوين وهادي. فجاه قاطع هاد السكون صوت فران قوي، وقفت وانا مخلوعه حتى كيبان ليا فهد نزل من الطوموبيل بالزربه ومشى للدار بلا ما يسد الباب. يومين كامله ما شفتوش، واتصل بيا غير مره واحده، وهاد الوقت كامل وانا كنفكر فيه ومحشاه. عيطت عليه شحال من مره ولكن ما سمعنيش، وقلت نتبعوه حيت حالته ما عجباتنيش. تبعته في الدروج وكنعيط ولكن ما جاوبنيش. مشى لبيتي وحلو وخبط الباب في وجهي حتى قفزت من بلاصتي. حليته ودخلت لعندو، لقيته كيقلب في الكوافوز وكيخبط في القراع. شديت في ايديه وقلت له مالك علاش كتقلب؟ قول لي شنو واقع، خلعتيني. بلا ما يشوف جهتي انطر من ايدي وتوجه للحمام. خليته على خاطرو، صمرت في بلاصتي حتى خرج. كان هاز في ايدو المشعل، استغربت اشنو بغى يدير بيها. خرج من البيت ونزل بالزربه، هزيت كاب طويل لحتو فوقي ونزلت تبعته. وقفت قدام باب الطوموبيل وقلت له عفاك فهد قول لي مالك اشنو بغيتي ديك المشطه؟ قال شمس حيدي من قدامي ما مساليش دابا. قلت له لا ما غاداش نحيد حتى تفهمني شنو واقع. حل عينيه وركز شفاتو فيا، ومد ايدو وخشى راسي في عنقو وحط شفايفو على ودني وقال شت ما تبكيش، يا ربي ما يكونش اللي في بالي صحيح. زير عليا وقال حيت غادي نموت. قلت اش من موت فهد، ما فهمت والو، واش مريض؟ واش فيك شي حاجه؟ قول لي عافاك.
وهو يقول: كنت كنقلب على شي حاجة تربطني بماضيك، واكتشفت باللي المرأة اللي حطاتني في الميتم عندها نفس اسم المرأة اللي حطاتك فيه حتى انت. وبديت كنقول له: لا لا ما يمكنش فهد، وانت مصدق هاد الشي؟ شوف فيا انا وياك بيناتنا 7 سنين، شوف لون عينيا، شوف شوف انا وياك ما كنتشابهو في والو. فهد، واش انت شاك باللي انا ممكن نكون اختك؟ لا ما يمكنش، ما يمكنش تكون انت اخويا. قال: شمس نوضي عافاك، ماشي وقت هاد الشي، خليني نمشي نتاكد. قلت له: كيفاش كتهضر بهاد البرود بحال هكا؟ كيفاش عطاك خاطرك تمشي تتاكد من حاجه بحال هادي؟ شمس، واش انا بنت ليك فرحان؟ فين ما كتجي في بالي فكره انك تكوني؟ وسد عينيه: تكوني انتي هي اختي، كنكره على جيت لهاد الدنيا، وكتاب عليا ما نعرفش. قلت له: ما يمكنش نكونوا خوت، الدنيا قصات عليا بزاف وتحملت منها بزاف بوحدي بلا سند بلا عائله، وما بغيتهمش دابا، ما بغيتكش تكون خويا، ما بقيتش محتاجه لحتى حاجه سميتها عائله ولا خوت. عافاك فهد، انسى هادشي، ما تقلب على والو، سافر ورجع بالزربه باش نديرو عرسنا. شاف فيا وقال: عرس؟ وبعدني من طريقو حل الباب وقال: طلع للدار، انا غادي نمشي. مشيت دغيا للباب الاخر وطلعت وقلت له: غادا نمشي معاك. وصلنا للكلينيك ومشى دخل وما بغيتش ندخل معاه. وقلت له: فاش تعرف هاد الشي؟ ما غاداش نسامحك فهد. هو مشى دخل وانا بقيت كنطلب في ربي وندعي: يا ربي ما يكونش خويا. رجع من بعد 10 دقائق وفتح باب الطوموبيل وطلع. قلت له: ماشي اختك ياك؟ تاكدتي دابا؟ قال: النتيجة ما غدا تخرج حتى تفوت 10 أيام. صدمت، قلت له: 10 أيام؟ ما يمكنش نصبر هاد الشي كامل. ما جاوبنيش وديمار الطوموبيل ورجع للدار. نزلت أنا وهو مشى وخلاني. سيمانة دازت عليا كأنها سنة، متكورة على نفسي جنب النافذة كنتسنى نشوفو على نار، وخا سمعت باللي هو خارج البلاد. من نهار ديمار طوموبيلته من قدام الدار وخلاني وراه متبعة خيالي وهو كيبعد، ما بقيت شفتو ولا سمعت صوته. احتمل الخروج مانعني، تعليمات وصلتني من الحاجة باش ما نعتبش باب الفيلا، ما عرفتش فين باغي يوصل بهاد التصرفات. كيعاقبني ببعدو عليا، كيعاقبني على حاجة ما عندي حتى شي ايد فيها. كنت جالسة في بيتي في نفس المكان، صورته بين ايديا، كنت أمل في تفاصيله، صوته مازال كيتردد في مسامعي، كلامه القليل في اتصاله آخر مرة احفظته وكنفكر غير فيه. باب الغرفة تفتح بالجهد، شهقت بالصدمة والفرحة. قلت: فهد؟ ابتسم وقال: توحشتك يا شمسي. دققت في مظهر ومن راسه حتى لرجليه، مأنق وآخر شياكة، ما أثرش فيه نهائيا بعدي، على عكسي، وجهي دابل وعيني منفوخين بالبكاء بلا ما نهضر على روحي اللي تحرقات بالشوق والبعد والفراق. شفت فيه وقلت له: خرجت النتيجة؟ شاف فيا مستغرب من نبرة صوتي وهز راسه بقاه. ضحكت باستهزاء وقلت له: تأكدتي من كلامي؟ رجع هز راسه بقاه وكيقرب لي بخطوات تقال وقال: شمسي توحشتك. بقيت كنشوف فيه وقلت له: ما بيناش عليك. نهد وقال: شمس عافاكي، بلا ما تعاقبيني على. قلت له: ششت ما تكملش، وانت علاش عاقبتيني بالبعد على حاجة ما عنديش ايد فيها؟ علاش قصتي عليا؟ علاش سافرتي بلا ما تودعني؟ علاش في هاد المدة كاملة ما كلفتيش راسك تتصل بيا وتسمعني صوتك؟ وفرمشت عين ما عرفتش كيفهاش وصلت لحضنه، زير عليا بكل قوته وحط شفايفو على ودني وقال بهمس: شنو كنتي باغاني ندير؟ نشوفك كل نهار ونتحسر على حالنا كل دقيقة؟ كنت عدب نشوفك، ما لقيت حتى شي حل أرحم لنا من البعد. شدني من إيدي وقال: يلا لبسي عليك ويلا نهبطوا لتحت عند الحاج والحاجة. دخلت للدوش خرجت ولبست وهبطنا، لقينا ماما زهرة والحاج وجوج درجال ما عرفتهمش لابسين جلال البيضين،
وهو يقول فهد: سيادنا، بداو على بركة الله، ها هي العروسة، وكنظن باللي هي موافقة تزوج بيا. اشهقت بالصدمة، وإيدي بداو كيرجفوا بالإيدي. كيفاش عروسة؟ يعني هاد الناس هنا باش نديروا العقد؟ كتبنا العقد وباركوا لينا الحاج والحاجة، وقالوا لينا هكا نبغيوكم ديما تكونوا متفاهمين. ومن بعد مشينا للدار، بقينا هاضرين وهو يقول: يلا جمعي لحبيبك حوايجو، راه قريب وقت الطيارة. شهقت بالصدمة وقلت له: اش من حوايج؟ واش من طيارة؟ واش مسافر؟ قال لي: اه السفر اللي كنت مأجل جا وقته، وخاصني نمشي، عندي بزاف د الخدمة. قلت له: ياك كنتي مسافر هاد 10 أيام؟ قال لي: لا كنت غير حداك، ما مشيت فين. قلت له: وفين كنتي؟ قال: مشيت للوطيل. نسي دابا هاد الشي راه فات. قلت له: غادي تطول بزاف في أستراليا. قال: غادي نحاول ما نطولش ونرجع لحبيبتي بالزربة. عافاك، ما بغيتش الدموع، إلا طولت راه 20 يوم ونرجع. قلت له: 20 يوم؟ هاد المدة كاملة غتبقى بعيد عليا. قال: غادي نحاول نرجع قبل، بغيتك تردي البال لراسك، وملي نتصل بيك جاوبيني، وإلا بغيتي تخرجي علميني. وجبد من جيبو كارت بونكار وقال لي: يا خودي هادي، إلا احتاجيتي شي حاجة هزيها. ودازت 10 أيام وكنت جالسة في المكتب كنراجع شي أوراق، حتى دخلت سناء قالت: حبي، وصل الوقت، غدا نمشي. قلت ليها: بقاي حتى نوصلوك معنا. وشفت في الساعة وقلت: ما عرفتش سعيد فين تعطل. شيفور اللي كان وصاه فهد باش يديني ويجيبني من الخدمة. قالت سناء: لا غدا نمشي، بغيت نتسنى معاك، ولكن خالتي عارضة علينا العشاء، يلا نمشي ندوش ونوجد راسي. قلت ليها: بصحتك العشاء لالا، انا غدا نتسنى سعيد، يلا نتلاقاو غدا ان شاء الله. ودعتني وخرجت، ورجعت ركزت مع الخدمة، وكل مرة كنشوف الساعة ومازال سعيد ما جا. هزيت تليفوني باش نتصل به ونشوف هو فين. احتاجني اتصال من سناء. فتحت الخط حتى كنتفاجئ بصوت شي شاب: اختي، البنت مولات التليفون دارت حادثة. قلبي تهز من بلاصتو، ووقفت قلت له: كيفاش؟ كيفاش حادثة؟ فين؟ وشنو وقع ليها؟ قال: غادي نعطيك العنوان، اجي عندها، راه هي اللي قالت لي نتصل بك، ولكن دابا فقدات الوعي وفي بلاصة مقطوعة، والامبولانس مازال ما جات، عافاك يسربي. اعطاني العنوان وبقيت كنردو باش ما ننساهش. هزيت تليفوني وصاكي ونزلت بالزربة نقلب على تاكسي. لقيت سيكيريتي عند الباب وقلت له: خالد عافاك، سد المجازة، انا ضروري خاصني نمشي. ما تسنيتوش يجاوب ومشيت كنجري وكندور راسي في اليمين واليسار نشوف واش جايه شي تاكسي، حتى وقفات وحده عند رجلي. ركبت وعطيتو العنوان ونطالق، كندعي الله تكون بخير وما يوقع ليها والو. حتى سمعت التليفون تاني بلا ما نشوف شكون جاوبت، وكان فهد. قال: العمر، ما توحشتيش صوتي، علاش ما اتصلتيش بيا اليوم؟ وانا نبدا نبكي. قلت له: فهد، سناء، شمس، مالكي، شنو واقع؟ قلت له: فهد، سناء دارت حادثه وانا غدا عندها دابا. قال لي: يا فين؟ وشكون قالها لي؟ اعطاني العنوان صيفط ليها لومبيلونس. قلت له: اتصل بيا واحد الولد من تليفونها. قال: قولي لي يا فين، نصيفط ليها لومبيلونس، هاني غادي نوصل عليكم، قريب ندخل المدينه. قلت له: انت هنا؟ اين بلاصه؟ وانتبهت للطريق خاويه والشجر كتير، وانا نقول للشيفور: خويا الطريق ماشي من هنا. وهو يقول فهد: شمس، شمس، هضري معايا، اش من طريق انتي؟ مع من راكبه؟ قبل ما نجاوبه احبس الفران بالجهد، وانتفضت من بلاصتي وطاح لي التليفون. مديت ايدي باش نهزو ونفهم شنو واقع، حتى حسيت بشخص اخر جلس حدايا. دورت وجهي جهته وجات عيني فيه وشهقت من الصدمه، الدنيا دارت بيا. قلت له: انت؟ حليت عينيا في بلاصه غالب عليها الظلام وداخل ليها الضوء خفيف من واحد الشرجم صغير. راسي تكيل عليا وفي الدوخه،
أعظامي مدقدقين بحال لا لاحني شي حد من شي بلاصة بعيدة. بغيت نحرك إيدي وما قديتش، حاسة بهم مربوطين. ودورت عينيا في هديك البلاصة، كيبان لي خيال شخص قدامي. شوية شعل الضو وضاحت الصورة، قلبي بدا كيضرب بالجهد من الصدمة والخوف. طارق قال شمس، عرفتي شحال وانا كنتسنى هذا اللقاء؟ قلت له اشنو بغيتي مني؟ قال بغيت بزاف. قلت له حتى انت مشارك معاه في جريمته، كنت عارفك باللي انت اللي صيفطتيه باش يقتل فهد. كنت عارفك انت اللي صيفطتيه باش يقتل فهد. قال لي كنت عارفك ذكية وتبتي لي هاد الشي كتار فاش سديتي فمك وما قلتي والو لفهد. قلت له ولكن غدا نقولها لي، غير يجي وغنقول له كل شي. ضحك وقال حتى تشوفيه بعدا. قلت له كيفاش؟ شنو درتي ليه؟ قرب مني وقال مازال ما درت ليه والو، ولكن غادي ندير ليه. وبدا كيضحك. بديت كنرجع للور هاربة منه وكنقول له بعد مني والله تقيسني حتى يقتلك فهد. حط ايدو على شعري كيلعب بخصلاتو وقال وفين هو هاد فهد ديالك؟ عيطي ليه يجي عتقك دابا مني. بديت كنبكي وكنقول له عافاك ما تقربش ليا، انا ما درت ليك والو وحتى فهد بعدو منا. قال لي حتى انا ما غادي ندير ليك والو، بغيت غير نجرب اختيار ولد عمي. سديت عينيا وما بغيتش نشوفه كيقرب مني. قلبي تعصر بالألم والخوف سيطر عليا. كنفكر في فهد وفي راسي، كيفاش غدا نخرج من هنا؟ وشكون غينقذني من هاد الحيوان؟ حتى حسيت بإيدو تحطات على رقبتي وحليت عينيا من الصدمة. ودقات قلبي تسارعو، وقبل ما نغوت تفتح الباب بالجهد وطل موراه فهد. قلبي شاف فيا عينيه جمرة شاعلة، ولكن تسلات ابتسامة خفيفة لشفايفه. دار طارق واحد الضحكة ديال الاستهزاء وقال له ما تعطلتيش. قال ليه فهد كنت عارفك ماشي راجل لدرجة تخبى مورا العيالات، ولكن صدمتيني بغبائك. جاوبه طارق اليوم غنصفيها لكم بجوج. وغوت على مونير وقال له واجهني راجل لراجل، رحنا ولاد العم زعما. قال له طارق عمرك ما كنتي ولد عمي، انا طارق العمران وانت ولد الزنقه، وانت ولد الزنقه. مع هاد الكلمه نزل فهد بروسية على طارق حتى انتفض من بلاصتو ورجع له. تقدم عندي بسرعه كيفتح ليا في ايدي وقال انتي بخير؟ دار لك شي حاجة؟ كنهز راسي بالله وعينيا على طارق. شفتو هز واحد الحديدة وبغى ينزل بها على فهد وغوت، ولكن فهد سبقه وسحبني معاه للجهات الأخرى. مطاكي عليا بجسمي باش ما تجيش فيا الضربة. وفرمشت عين وقف وهز نفس الحديدة وضرب بها طارق لرجليه، جابو طايح في الأرض على ركابيه. بدا كيغوت ودخل مونير ومعه جوج خرايم كيوجدو يهجمو على فهد. أنا كنت خايفة وغير كنرجف، مقدرتش نتحرك من بلاستي. وقال لي فهد باش نتخبى موراه. هز سلسلة كبيرة كانت تحت رجلي والواها في إيدو نزل بها على مونير لظهرو حتى طاح الأرض. قربوا منا جوج الأخرين وناض حتى طارق وصافي، عرفت باللي هادي هي الأخرة لينا. بديت كنبكي وقلبي طاح عند رجلي بالخوف. قال لي يا فهد شمس سكتي ما تبكيش وجري ما تدوريش موراك، يلا سربي. خرجت من الباب ودرت مرة وحدة مورايا، شفت جسم عاطيني بالظهر وواقف في الباب. درت اللي قال لي وجريت وخليته مورايا يواجه مصيره بوحده. ما عارفاش فين غادا، كان الشجر بزاف وغير الخلا. ما بعدتش بزاف جريت حتى لواحد الشجرة وجلست تحتها كنحسب دقات قلبي. ما نقدرش نمشي ونخليه بوحده، حتى تليفوني حيدوه ليا، حتى كنسمع خطوات شي حد كيجري.
عليت راسي نشوف، لقيت طريق كيبعد وفهد تابعو، وانا نغوت فهد دار جهتي ورجع من طريقه كيجري لعندي. غير قربت منه تلاحيت عنده كنبكي، بعدني عليه عاد لاحظت ايده مجروحة وكتقطر بالدم والضربة اللي في وجهه. قلت له ايدك مجروحة يلا نمشيو للطبيب. حط جبهته على جبهتي وقال شمسي، وعطاني التليفون ديالو وقال شدي التليفون بخليل شوية وغادي يوصل عندك، تصلي به وعطيه بلاستك بالضبط وسيري معاه وعندك يديري شي حاجة من راسك. مشى فهد تابع طارق وعيطت على خليل وشوية وتلاقيت به. سولني قال لي شمس واش انتي بخير ما وقع ليك والو؟ قلت له بخير عافاك يلا معايا نتبعو فهد غادي يقتلو طارق. قال شمس راني عيطت للبوليس شوية وغادي يوصلو، فهد خلاك أمانة باش نوصلك للدار يلا. قلت له لا ما غاداش نمشي ونخلي فهد بوحدو هنا. وقبل ما يجاوبني وقفوا البوليس والحاج، مشيت كنجري لعندو. قلت له بابا طارق طارق غادي يقتل فهد عافاك تبعوه. بدا كيهدل فيا وانتشروا البوليس في المكان، وخليل خلاني مع الحاج وتبعهم حتى هو كيقلب. بقيت جالسة على أعصابي كان مشي ونجي والدموع دايرين طريقهم في وجهي. ودازت نص ساعة وحتى واحد ما بان. درت جهة الحاج كان كيهضر مع شي واحد يمكن ضابط شرطة. ما فكرت جوج مرات وشديت الطريق اللي شد فهد في الأول. بقيت غادة وكنعيط عليه ما سمعش صوتي وما جايش عندي. شوية شفت رجال الشرطة ومعهم خليل متجمعين جنب النهر. خففت خطواتي كنتأكد من هذاك الجسم اللي مستلقي على الأرض، هو فهد روحي. عيطت عليه بكل قوتي ما سمعش صوتي وما جاش عندي. شاف فيا خليل وقبل ما يتحرك من بلاصتو سبقته كنجري عندهم وكنعيط فهد. قربت منه راسه عامر دم وساد عينيه. طحت على ركابية من المنظر اللي شفت وطلبت ربي داكشي اللي في بالي ما يكونش صحيح وبقيت كنغوت. قرب مني خليل وقال شمس عافاك يبعد عليه هو راه بخير راه غير تضرب في راسه ضربة خفيفة. قلت له لا كتكذب عليا ما كيتحركش عينيه محلهمش سمع صوتي وما هدرش معايا. قال شمس جات الإسعاف خليهم يهزوه السبيطار وكان واعدك راه غادي يولي بخير. وقال وعد شمس راه غادي يولي بخير والله ما غيوقع ليه والو انا راه طبيب ومتاكد من هادشي اللي كنقول. قلت له خليني نمشي معاه. قال واخا يلا. طلعنا انا وخليل في الاسعاف وشديت في ايدي حطيتها جهه قلبي وكان ضعيف سري ما يوقع ليه والو. وصلنا للسبيطار نزلوه وحطوه في الناقلة ميشان غرفة العمليات. وجا الحاج والحاجة وبقينا كنتسناو. عنقاتني ماما وقلت ليها إلا وقعت ليه شي حاجة غدا نموت ما نقدرش نعيش بلا فهد. قالت لي وهي كتبكي الله يرضي عليك بنتي ما تفكريش هكا راه خليل قال لي غادي يولي بخير تفائلي خير بنتي. قلت لها طارق هو اللي دار فيه هادشي. وهي تقول الله ياخد فيه الحق ابغي شويني في كبتي الله ياخد فيه الحق. قال الحاج البوليس لقاو حتى هو مضروب غير باللاتي يفيق الا ما ندمتوش على هادشي اللي دار في ولدي ماشي انا الحاج عمران. ودازوا ليان وانا ما كنخرجش من السبيطار. وجات عندي الحاجة وقالت 15 يوم بنتي وانتي على هاد الحال رحمي راسك سيري للدار ارتاحي شوية انا والحاج هنا ويلا فاق غادي نعلموك. قلت يلا فاق هو غادي يفيق وما بغيتوش يفيق وما يلقانيش حداه بغيت اول حاجة يفتح عينيه عليها هي عينيه. عافك يا ماما غير خليني راحتي حدا فهد وعدابي في بعده. من بعد خرجت وخلاتني أنا وجودي جنبوك يريحني. زيرت على إيديه بقوة ونزلت لعند ودنوه همست ليه فهد ما تخلينيش بوحدي
بعدت عليه شوية فش حسيت بإيديه تحركات وسط إيدي، وشفت فيه كيحرك ملامحه وبدأ كيفتح عينه بشوية. قلت له: فهد حبيبي توحشتك. وهو يقول: شكون انتي؟ اه شنو قلتي؟ قال: شكون انتي؟ ما عرفتكش. اخر حاجة حسيت بيها هي الضربة القوية اللي تلقات جبهتي اثر الطيحة اللي طحت في الارض وفقدت الوعي. حليت عينيا ولقيت في جنبي ماما ومعها الدكتور خليل. قربت مني بابتسامة وحطات ايدها الحنينة على جبهتي وقالت: بنتي لاباس عليك، باش كتحسي دابا؟ قلت ليها: نير يا ماما، حلمت واحد الحلمة خيبة، حلمت بفهد فاق وما عرفنيش، ما عقلش عليا. قالت: فاق حبيبة. قفزت من بلاستي: كيفاش؟ امتى؟ ويلي علاش خليتيني نعس؟ حل عينيه وانا ما كيناش حداه. قرم مني خليل وقال: شمس تهدني، خاصنا نهضرو قبل. قلت له: ما كاين فاش نهضرو قبل ما نشوف فهد. وهو يقول خليل: فهد فقد الذاكرة أشمس. جمدت في بلاستي، يعني أنا ما كنتش كنحلم، كانت حقيقة. فهد فتح عينيه وما عرفنيش، ما عقلش عليا، نساني. قلت له: غير كتكذب عليا، فهد ديما كيتفلى عليا. هو اللي وصاك تقول لي هاد الشيء ياك؟ متفق معاه. قربت مني الحاجة وقالت: بنتي خليل قال لي باللي غير فترة وغادي يرجع يتفكر كل شيء، سانديه ووقفي معاه، الله يرضى عليك. وفعلا فهد ما عقلش عليا، عقل عليهم كاملين إلا أنا، حيت حساب ليه باللي آخر ضربة تلقاها هي ديال الغابة نهار لقدتو. بقيت كنحاول نفكرو بداكشي اللي داز بيناتنا ولكن والو. وقلت له باللي غدا نتحمل وقادر، وقلت له: ماشي مشكلة فهد أنك نسيتيني، أنا مفكراك وعمري ما غدا نساك. قال: هاد الشي ممكن يطول عام ولا عامين ولا حتى أكتر، وما غداش تقدري تحملي. قلت له: غدا نتحمل وقادر نصبر أي حاجة على قبلك. وهو يصدمني: عندك الحق الا بغيتي تطلقي، ما غاديش نلومك. صدمت وقلت له: طلاق؟ لا لا، انا ما باغاش نطلق وعمري غدا نفكر نطلق منك، وانا مرتاحه هكا. شوف انا ما غاداش نضغط عليك، اعطيني غير فرصه وغنرجعك لذكرياتنا ونفكرك بايامنا، وانا مستعده نصبر العمر كامل الا الطلاق. عافاك فهد ما تبعدنيش عليك. وداز شهر ما تغير فيه والو من غير ان فهد غير ما زال بعريا رغم كل محاولاتي معه، وداير اكثر من جهدي باش نقرب منه، ولكن هو ما عاطينيش فرصه اصلا. بالنهار غارق في الخدمه، واخا كنمشي عنده تقريبا يوميا كنوريه تصاورنا وكنعاود ليه على ذكرياتنا والأماكن اللي مشينا ليهم مع بعضياتنا وباش كنا كنحلم، ولكن بدون نتيجة. ووليت كنمشي مع سناء لدارهم وكنجلس معهم. وواحد الليلة وصلت 11 ديال الليل وقررت نمشي لعند فهد لداره، ما نقدرش نصبر حتى الصباح. نزلت وشديت تاكسي ومشيت لداره. حطني التاكسي بعيد شوية، بديت كنقرب وانا نشوف فهد وجوديا خارجين من الدار، الدار اللي كانت بعد فتره قصيره غدا تكون داري، الدار اللي فيها بيتي انا وياه، وفيها بيت حتى بنتنا اللي تمنى فهد نولدوها بعد ما نتزوجوا. سديت عيني فاش حسيت بالم كيعصر قلبي، شي ممكن تحمله الا فهد يخوني، يخوني مع جوديا الا ما يمكنش، يعني كان كيهضر معها طول هاد الفتره وانا كيستغباني. ما قدرتش نقرب اكثر وما قدرتش نواجهه، وعطيتهم بالظهر ومشيت رجعت في حالي. دخلت للبيت وتلاحيت على الفراش وبقيت كنبكي. هاد المره كنبكي على راسي وعلى الحاله اللي وصلت ليها، كنبكي على غبائي. ما فكرتش جوج مرات وهزيت تليفون
ودوزت رقم فهد، وقبل ما يهدر سبقته وقلت له: عندك الحق، احنا فعلا خاصنا نتفارقوا، هذا الوضع من الاول ما كانش صالح، حتى انا ما بقيتش مرتاحه معاك وما بقيتش باغيه نضيع وقتي على قبلك. انت بالصح ما تستاهلش، يا ريت تطلقني في اقرب وقت. انا ما بغيت منك والو، بغيت غير حريتي واسمي ما يبقاش مرتبط بسميتك. وقطعت الخط ورجعت للبكا من جديد. ودازوا شهرين وانا كل حزن، وكنت جالسه مكمشة على راسي، حتى كتعيط لي سناء وكتقول لي باللي فهد تزوج، وتزوج جودية. تبسمت بمرارة وطحت بعنف فوق الفراش، قلبي كيتعصر بالألم، وأنا كنشوف أحلامي كطير قدامي بحال ورق الأشجار اللي هبت عليهم ريحة قوية، طحنة ديال الغضب اللي كتجي غير من الناس القراب. ومسحت دموعي وعطيت وعد لراسي اللي حتى واحد ما يقدر يوفي بوعده لي، غدا نعيش ليه وصافي. وهاد المرة غدا نعاند الظروف والقدر، وحتى هاد الحياة اللي ظلماتني غدا نعيش ليا كيف ما بغيت أنا، واللي ضيعني وسرق مني مستقبلي غدا نبنيه على ظهري. دورت عيني على الدار بعد ما جمعت أي حاجة كتخصني فيها، ونزلت شديت تاكسي لمحطة القطار. ما عرفتش اش من وجهها غدا نشد، ولكن على الأقل غدا نبدأ بخطوة البعد. وجبت رقم سناء ودوزت الخط وقلت: ألو سناء. ما بغيتش نهدر، بغيت تبدأ تشرح لي. وقلت: ما بغيتش نهدر في هذا الموضوع، أنا مسافرة دابا، وحيت ما عندي حد في هذه المدينة من غيرك، غنقولها لك غير أنتي. ما عرفتش فين، المهم خاصني نبعد شوية، ولكن غادا نرجع. طلعت في التران وزاد، وملي توقف انزلت قلت: السلام عليكم، عافاك، ممكن تديني لشي وطي اللي يكون وصل المدينة؟ قال: اه اختي مرحبا، عطى الله الوطيلات، بغيتي غالي ولا رخيص؟ قلت له: ما يكونش غالي بزاف. زاد بيا الطاكسي، وملي وقف وهو يقول: يوسف شوفي، جبتك لهاد الوطيل حيت كنعرف الناس خدامين فيه، ممكن تبقاي فيه الوقت اللي بغيتي، وهذه هي نمرتي، الا احتاجيتي اي حاجه صوني عليا. شكرته وودعته بابتسامه، وطلعت للبيت اللي عطاوني بعد ما وصاهم هو. الصراحه استغربت باللي مازال الناس بحال هكا، كتعطي بدون مقابل وكتعاون اي واحد جا في طريقها واخا ما كتعرفوش. نعست وفقت مع اذان الفجر، ووصلت السبعه ولبست حوايجي وخرجت غدا نفطر ونمشي نكتشف المدينة، ومنها نقلب على خدمة وحتى على سكن. ودازت 3 أيام ولقيت خدمة في واحد المكتبة، وخا أجرها بسيط مقارنة مع خدمتي السابقة، ولكن خدمة زوينة ومناسبة ليا، ومازال عندي إشكال في السكن. وأول واحد جا في بالي هو يوسف. ترددت، ولكن من بعد صونيت عليه، قلت له: يوسف انا شمس اللي جبتي من المحطه اللوطيل، واش عقلتي عليا؟ قال: اكيد عقلت عليك، اصلا انا كنت كنتسنى اتصالك، اشنو اخبارك؟ قلت له: لاباس، الصراحه لقيت خدمه، ولكن عندي مشكل في السكن، وبغيتك تعاوني اذا كان ممكن، حيت ما كنعرف فين نقلب هنا. قال: حالها ساهل، شوفي واحد ساعة غادي نحط الطاكسي ونتلاقاو الى بغيتي ونهضرو. وفعلا داكشي اللي دار، ومشى كيقلب معايا، ولقيت واحد الدار عجباتني وخديتها وكريتها واتفقت مع مولاها، وكنت فرحانة الصراحة. يوسف عاوني بزاف، وعيطت على سناء وقلت ليها باللي رانا كريت. قالت لي: صافي غدا نجي عندك. وخدات كونجي من خدمتها وجات، قادينا الدار وسيقناها، والغد ليه دوزنا الصباح كامل وحنا خارجين حيت ما كنتش خدامه.
تقدينا شنو خالتنا العشاء وشي حوايج للدار. وعودات لينا سناء باللي تفارقات هي وخطيبها وكتقول عليه عالشماتة. قلت ليها ليش باقي فيك الحال؟ اصلا انتي ما كنتيش باغاه. دوزنا وقت زوين وكنا دايرين بالطبلة كنتعشاو وضحكين وكنتبادلو اطراف الحديث، وحسيت بالراحة حيت ربي عوضني بسناء ويوسف. وخا ماشي بزاف باش عرفتو، ولكن هو طلع ولد الناس ووقف معايا فاش ما لقيت حتى شي واحد. سولتو يوسف اش اخبار الوالدة ديالك، حيت كان قال لي راها مريضة. قال لاباس عليها، فكرتيني راها عارضة عليكم نهار الجمعة للغدا. وهي تقول سناء اوه خسارة انا ما غاداش نكون معاكم. يوسف تصدم. قلت ليها انا ويوسف علاش؟ علاش يوسف تصدم؟ قلت ليها انا ويوسف علاش؟ قالت خاصني نرجع غدا ان شاء الله، خليت الخدمة وبابا ما يقدرش يستغنى على الطوموبيل ديالو، هي باش كيمشي للخدمة. قلت ليها كون غير بقيتي معايا شي ايام. وقبل ما تجاوبني سمعت التليفون، هزيتو كان رقم مجهول. اعتذرت منهم ودخلت البيتين جاوب، حتى كنت صدم بصوته. قلت فهد؟ قال شمس لبس عليك. قلت له وفاش يهمك نكون بخير ولا لا؟ وهو يقول واش مرتاحة؟ قلت له ماشي شغلك، علاش اتصلتي بيا؟ وهو يعيط يوسف شمس فينك؟ سمعوا فهد وهو يقول شمس فين كاين انت دابا؟ ما ديتهاش في فهد، وانا نجاوب يوسف وقلت يوسف هاني جاية. فهد تعصب وضرب شي حاجة حداه بالجهد حتى وصلني صوتها، وقال شمس سولتك فينك انت ومعامل. قلت له وانت مالك؟ وهو يغوت ما تجهلينيش، كيفاش مالي؟ سولتك جاوبي. قلت له انا في داري. قال وشكون هذا اللي مدخله معاك للدار؟ قلت له صديقي، فيها شي مشكل؟ قال لي فيها مشاكل، انتي مزوجه بيا عرفتي شنو؟ راكي مراتي، كيفاش تجلسي مع واحد اخر في دار وحده؟ قلت له عاد تفكرتي بلي انا مراتك؟ قال لي شمس انا طلبت منك نبعده حيت بالصح انا مخربق. الامور كلها تخلطات وما بقيت عارف ولا فاهم شي حاجه، شفتك بلي كتضيعي في طاقتك على والو، وقلت حسن لينا نخليو كل شي للوقت. قلت له فراسك ضحكتيني، تخلي كل شي للوقت؟ هي تمشي تخوني ومعامل مع جوديا وتهدر معها وتزوج بها وانا مازال مراتك؟ بصح تبتي ليا باللي كنت كنضيع طاقتي ووقتي على والو، انت بحالهم، بحال جوديا، بحال جهاد، بحال طارق، بحال مونيا، كلكم كتشوفوا غير مصلحتكم. وهو يقول اش من زواج علاش كتهضري؟ شكون تزوج؟ شكون؟ قلت له جوديا، ياك تزوجتي بيها ايوا مبروك عليك، اشنو مازال بغيتيني انا؟ قال شمس راكي كتعصبيني، شكون كذب عليك وقال لك بلي انا تزوجتها؟ قلت له اه كيفاش انت ما تزوجتي جوديا؟ قال لي اش من زواج ولا زمر، انا فيا اللي مكفيني من الهم. قلت والو ما بقاش كيهمني، شبعوا ببعضياتكم، اعطوني غير اتساح، خليوني نبدا حياتي من الاول وجديد ومع ناس ما فيهم نفاق ولا كذوب. قال فكرت بدايها اين ما قتلتكش ما كانت سماش فهد. تعصبت وقلت له أسيدي طلقني ونساني بمرة كيف ما انت اصلا ناسيني، نسى داك الشي اللي درت باش نرجع ليك، فهد طلقني واخر مرة اتصل بيا. وقطعت الخط وتلاحيت على الفراش كنبكي.